نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير أصبحنا وأصبح الملك لله. هذه الأيام هي الأيام الأخيرة للشباب في غانا، وبحمد الله أنجزوا مهامهم بشكل جميل. وبعد هذه الأيام الطويلة اللي قضوها في غانا، باقي لهم محطة أخيرة راح تكون بكرة بإذن الله في قرية اسمها التوبة. نجوم سفاري الخير تناولوا طعام إفطارهم وانطلقوا متوجهين إلى مشاريعهم. اليوم هو بالأغلب تنفيذ وعود قطعوها الفريقين على أنفسهم للمستفيدين. توجه فريق لوسيل إلى السوق عشان يشترون أغراض خديجة اللي تأثروا من قصتها بالأمس، واللي قبل ما ينتهي يوم أمس كان المحل اللي طلبته نزل في مكانه وجاهز لاستقبال الشباب اليوم. اسحب اسحب غط غط دخله دخله دخل الماكينه الثانيه. خديجه، ماذا تتوقعين تحت هذا القماش؟ لا ادري، اتوقع ان ارى شيئا يفاجئني. اغلقي عينيك. ابني رايس. شكراً. خديجة، عندما كنت في مراحل الطفولة وتعبتي وعانيتي كثيراً، هل تتمنين وجود أهلك ووالديك الآن في هذه اللحظة معك؟ يرون هالمشهد. لو كانت أمي معنا الآن لكانت أكثر سعادة، فهي من تعبت كثيراً من أجلي، وزوجي لو كان موجوداً لكان خيراً، ولكن الحمد لله. زين، تفتحنا كونتينر. بعد مفاجأة خديجة بمعدات الخياطة، بدا الشباب بترتيب المحل ووضع كل شيء في مكانه. جزاكم الله خير شباب لوسيل. خديجة. نعم. ألف مبروك. اللي طلبتيه توفر، من مكاين، من طاولات، من غماش، من كونتينر، يعني ألف مبروك لك واللي الناس اللي بتعلمينهم. أنا سعيدة جدا، لقد تغيرت حياتي الآن ولساني عاجز عن شكركم،
ولن أنسى أن أسأل الله دائما أن يجزيكم خير جزاء على هذه المعاملة الطيبة. أيضا لا تنسي المحسنين الذين ساهموا مع قطر خيرية بدعم هذه الجمعية من الدعاء. وبما أن أمنيتك تحققت، الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على هذه النعمة التي أتتك هنا. نحن أتينا من كل مكان في قطر كي نحقق لك هذه الأمنية. الله استخدمنا لتحقيق أمنيتك. يجب أن تخدمين المجتمع الغاني وجيرانك بإخلاص وبإتقان. بالطبع، هذا ما سأسعى إلى تحقيقه، وسأنفذ ما وصيتوني بإذن الله. وجزى الله المحسنين خير جزاء، ويبارك بهم وبأموالهم، وأن يضاعف ما عندهم. ما شاء الله. خديجة، إن شاء الله نمشي إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين. بالتوفيق إن شاء الله. وإن شاء الله المرة الجاية إذا رجعنا نرى البنات إن شاء الله متعلمات وجاهزين للخياطة. بعد ما سلم شباب لوسيل خديجة محلها، وصل شباب الأدعم عند السوق التجاري اللي أشرف على إنجازه فريق لوسيل. وبعد ما اتفق سعيد عوجان مع عبد الرحمن على الحصول على المحل، حان وقت التسليم لآدم الحسن. والله أي واحد؟ لا آخر واحد. آخر واحد. يلا. يستاهل. ترتيب. مرتب، أمورك طيبة. تعال. هذا محلك جاهز. ومرتب ها؟ اللهم لك الحمد. شغل نظيف. اللهم لك الحمد. مشروعك الآن اكتمل، أمورك طيبة، عبي وقطاع وشراط، اللهم لك الحمد. شو حاب تقول الفريق الأدعم عقب ما خلصنا هالمشروع معك؟ شكرا لكم وللمتبرعين. هذا المحل سأحافظ عليه وأكبره ليكفيني أنا وعائلتي، فجزاكم الله خيرا. بس طبعا هو عارف عن متابعة قطر الخيرية، كل بين فترة فترة أعتقد مكتب قطر الخيرية بيكون له متابعة زيارة ويتأكد أوضاعه. هذا لازم يبلغه. هذا شيء رائع. سنتعاون مع قطر الخيرية في إدارة هذا المحل، فأنا رجل ذو إعاقة وليس لدي أحد يساعدني، وأولادي صغار، فهذا المحل هو لأولادي. الله المستعان. الله المستعان. الحين نقول له الله يبارك لك في المحل. الريال تأثر الحين تشوفه مسكين دمعة في عينه. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إيه نعم. الشكر لله عز وجل. وهذا أنت تستاهل، أنت أخونا في الله وتستاهل يا آدم. وأنت أفضل من ناس كثير يمشون على أقدامهم لكنهم عالة على مجتمعاتهم. وبكذا انتهى الشباب من تسليم المحل لآدم الحسن، وبحمد الله قدروا يحققون له حلمه بهذا المحل الصغير. بشرى أبو بكر بنت في مقتبل عمرها، تزوجت وتوفى زوجها وأصيبت بمرض مزمن وتعيش حالة صعبة مع أطفالها. توجه شباب لوسيل عندها الآن عشان يسمعون قصتها، ولازم يا شباب لوسيل تساعدونها. أبو خميس، عبد الرحمن شوي تعبان ما يقدر ينزل، خليه يريح. خلاص خلي السيارة، خليه يريح. سكر الباب عليه. يلا يلا يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. احنا جيناك من قطر الخيرية حتى نشوفك ونشوف حالتك، وياريت تكلمينا عن حالتك. شكرا على قدومكم وتفقدكم لأحوالي. توفي زوجي ولدي 5 أبناء، ولأني مريضة ويوميا أذهب إلى المستوصف،
لا أستطيع العناية بجميع أولادي، فيعيش معي الآن اثنان من أولادي وواحد يعيش مع أمي في البلدة، والاثنين الآخرين مع أختي في منزلها، وأنا أعيش في هذا المكان. أنا سمعت الآن قالت عندي 5 أولاد، عندي تقريبا بنت وولد هنا والباقي في مكان ثاني. ليش يعني هالمكان مثلا اللي جالسة فيه ما يصحها هي وعيالها؟ كنت أسكن مع زوجي وأفراد عائلتي في بيت واحد، وعندما توفي زوجي لم أعد أستطيع دفع الإيجار، فاضطررت للخروج من البيت وها أنا أعيش هنا. بشرة، كيف تصرفين على أبنائك؟ من أين؟ أنا لا أعمل بوظيفة ثابتة وليس لدي دخل ثابت، وإنما أتدبر بعض المال عن طريق بعض الناس الذين يأتون ويطلبون مني أن أصنع لهم مناديل، وبهذه الطريقة أحصل على شيء من المال. أتمنى يعني إن شاء الله قطر الخيرية تنظر في موضوعك، وإن شاء الله توفر لك السكن والعمل حتى تجتمعي مع أولادك إن شاء الله. كما أتمنى ذلك، شكرا لكم. كلها لا تحزن ولا تبكي، إن شاء الله إحنا أخوانها جيناها من قطر جاينا نزورها هني، وإن شاء الله إن شاء الله نخلص لها كل أمورها. زين، ممكن نشوف أين تسكنين؟ دخلوا الشباب للبيت وكان أسوأ مما تخيله. ما تقدر أبو خميس، مكان صغير ما تقدر تدخل. راح ساكنة هنا؟ جلس الشباب في مكان قريب من سكن بشرة عشان يتباحثون في الأمر وكيف يمكن يقدمون لها مساعدة عاجلة. جماعة الخير، شفتوا الوضع شلون؟ صراحة الوضع مأساوي. غرفة دشناها احنا الآن شفناها تقريبا 2 متر × 4 متر، هي نومها، هي طبخها، هي تنوم عيالها. فصراحة لابد لنشوف لها، شو رأيكم جماعة الخير؟ لابد نشوف لها صراحة موقف، نشوف لها الآن طريقة سريعة. إذا حصلت مكان يشيلها ويشيل عيالها تحصل لها رزق على ما اعتقد. هذه اللي بريحها صح، هاي اللي بريحها، هاي اللي بريحها. احنا لازم الحين من يمين نكتب نرفع اللي شاهدناه حق اخواننا في خطر الخيريه يدورون لهم حل، واحنا راح نرص عليهم لان اللي شفناه ان شاء الله مهم، شيء صعب. لا اللي شفناه مهم قصرين ان شاء الله، شيء صعب يعني. اقل شيء تجمع عيالها، ما بالك يعني قلب الام مسكينة يعني بعد وفاة زوجها قلب الأم تقطع يعني. فما بالك يعني يومية مسكينة تقوم مثلا ما تشوف إلا واحد ولا اثنين من أبنائها موجودين نايمين عندها، والباقي ما تدري عنهم مسكينة. أنت إذا عندك ولدك عندك في البيت ومعاك في الغرفة، إذا صاد شيء قلبك عورك. فما بالك لما يكون مثلا أبنائك مش موجودين عندك في البيت. إن شاء الله بأسرع وقت نحاول نحن نخلص منها إن شاء الله. يلا نمشي. شباب سفار الخير حاولوا في كل حلقات البرنامج انهم يوقفون على كل التفاصيل الخاصة بدعم المشاريع، عشان كذا شفناهم في كثير من الأحيان يروحون بأنفسهم إلى المراكز التجارية عشان يشترون الأغراض ويشوفونها قبل ما يسلمونها للمستفيدين. عشان كذا وصل فريق الأدعم للمركز التجاري عشان يشتري أغراض حمدية قبل ما يروحون يزورونها الزيارة النهائية. ما عبد الله، انت وعدت ولدها بروح اجيب له سيكل ان شاء الله. بعده مبارك، ايش رايك نروح ناخذ صحون؟ مصحون انت؟ انا باخذ صحون وبعدين بعد بروح اخذ لها مخدات، شراشف حق الستاير. هذا سود ناخذ الاغراض الباقيه، مغسله وثلاجه. بس يلا كم تاخذون؟ يلا حبيبي هذا الوقت. شمس حبيبي. يلا
بعد ما كلم فريق لوسيل قطر الخيرية بخصوص حالة بشرة والموافقة على بناء منزل لها على أرض خاصة بعائلتها. ذهب فريق لوسيل للمركز التجاري عشان يشتري بعض الأشياء لها بعد ما شاف حالتها على أرض الواقع، وانطلق مباشرة ليخبرها بالخبر السعيد. ما شاء الله رفيق راو. ما شاء الله. وين عبد الرحمن؟ وين الرحمن؟ شو يروحني قريب ان شاء الله. خلص اغراضك. اي خلصنا الاشياء اللي يحتاجونها خلصناها. طبعا احنا كلمنا الاخوان في قطر الخيريه جزاهم الله خير وما تاخروا بالموافقه. الان احنا نبي نشوف ابتسامتها، وان شاء الله المره الجايه اذا جيناها نبي نشوفها ان شاء الله في البيت اللي بيسوون لها قطر الخيريه هي وابنائها ان شاء الله، ونزورها في نفس البيت وان شاء الله نتغدى معاها. هذا من دواعي سروري. اكيد سوي لنا مجبوس. احنا في قطر نحب المجبوس، لازم نسوي لها مجبوس. لا مجبوس، احنا ما قلنا تنصيح، مجبوس قلنا احنا. بشرى احنا نستأذن نقول لك مع السلامة وبالتوفيق ان شاء الله. فريق لوسيل انتهى من زف البشرة لبشرة، وفريق الأدعم وصل عند حمدية. حمدية اليوم راح يكون أسعد يوم في حياتها بإذن الله. وين طلال؟ طلال هاي قاعد مع اللي ينزل الاغراض، باقي بعض الاغراض تكلم معاه. اجي احنا ما نطول عليك ولا ما ترتبون الاغراض. اي نعم. احنا بنروح نجيب حمديه عشان تشوف بيته وتكون مرتبين المكان مجهزين. ان شاء الله احنا بنستمر. احنا مستمرين في تعديل البيت. خلاص. فضل ما تجون تشوف الامور بس. كلها جاهزه. بنجيب لنا نص ساعه. يلا. 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 هاي شنو ذي غساله؟ شباب الأدعم انتهوا من ترتيب المنزل وهم بانتظار وصول عايش القحطاني وسعيد عوجان ومعاهم حمدية. أما فريق لوسيل فكانت خطته أنه ينتهي يومه بتسليم سراج المحل اللي يطلبه واللي اشترى لها أغراض بالمبلغ اللي كان جمعه عشان هذه المهمة. انتهوا شباب لوسيل من ترتيب محل سراج، وعبد الرحمن خذ تاكسي عشان يجيب سراج، وبقوا الشباب ينتظرونه. والله التاكسي يشبع عبد الرحمن. والله يا اخي التاكسي يشبع عبد الرحمن. والله صغير. وين يا ابو عوف؟ جبنا لكم الرجال. مرحب مرحب. هلا 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 العافيه. يلا سراج. وصل سراج مع عبد الرحمن، وراح تبدا الحين مهام الكشف عن محل سراج. ماذا تتوقع داخل الكونتينر؟ ليس لدي فكره عما بداخله. لا لا يطالع لا يطالع. وان تو يلا ثري. والله احساس يعني احساس كبير الحمد لله. يعني الان مثلا
تعالجت بنته في المستشفى عشان اسمه القلب، والان نفس الشيء حصل له محل. الان يعني واحد ما يقدر صراحه يقول لي هو بالطريق سبحان الله. يقول احنا عددنا 12، يعني هو معه بالبيت امه وابوه وبناته وعياله. شفناهم؟ لا اكثر من اللي شفناهم بعد. اي انا سالته، اللي احنا شفنا 8، يقول في 3 كانوا برا ولا واحد يشتغل، ما عندهم ما ياكلون. يعني عبد الرحمن شفت انت اول ما فتح المحل ابتسامه بس على وجهه، هاي تكفي يعني. ما قدر يدخل يرجف. شفت الرجفه؟ سراج، العمليه انتهت والحمد لله. نحن اخذنا منك المال الذي جمعت لنضع عليه مال ونفع العمليه لبنتك. العمليه الحمد لله تمت، وهذا مالك يرجع اليك. المحل بين يدك، الطلب اللي طلبته من قطر الخيرية، وبنتك الحمد لله والحمد لله سوت العملية وإن شاء الله تشافى، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. والآن فريق الوسيل نستودعك، سوف نذهب. مع السلامة. مع السلامة. فريق الوسيل سلم سراج محله عشان يكون نواب بإذن الله لمساعدته في إتمام علاج بنته. وفي ضاحية من ضواحي العاصمة أكرا كانت حمدية وصلت مع عايش وسعيد إلى منزلها لكن دون أن تراه. أصبح لك منزل أنت وعبد الفتاح، وبإذن الله إن شاء الله يكون هذا المنزل منزل مبارك لك وحق عبد الفتاح، وتعيشون في حياة كريمة يا حمدية. كلها اليوم فرحة، مش حزن. اليوم يوم فرحة، يوم فرح، ما في تنقلات، خلاص ما تروح بيت أحد ولا تروح، خلاص هذا بيت وأمان لها هي ولولدها. هذه نعمة من رب العالمين، الواحد يقول الحمد لله عليها. الله سكن الخير روم أبن ديسانو كوكا شكرا بيرك يعند متشينا يرز نادو بيرين وحال الدنيا بلا بلا من سند النبيشكي ليدا يا رونكا أتاما ورونكو أنا ما رودا سوساكي ميرهي وانا الله. انا صراحه اعجز عن الكلام هنا، لكن انا اقول رسالتنا ورساله قطر الخيريه للمتبرعين وللمسلمين اجمع، والله لو اخرج منكم ريال واحد، مليار فاصله 6 أو 8 مش شوي، ان يدخلون السعاده والفرح على كل امه محمد اللي يعيشون في هذا العالم، بالذات الناس اللي تعيش تحت خط الفقر. يعني لو كلنا شفنا الدموع هذه، مش دموع حزن، هذه دموع فرح، ودموع الفرح لها حتى مذاق خاص تفرق عن دموع الحزن. فالدمعة هذه غالية عند رب العالمين، قد الله يكتب لنا ولكم، أسأل الله ذلك، الجنة لمن ستر عليها وعلى ولدها وما خلاها. لا تتكفف الناس بالكونتينر اللي هو الدكان اللي جبنا لها. فهنيئا للمتبرع وللمنفق، لأن احنا نحتاج في هالمشروع 20 بيت مثل بيت أختنا. كثير من الناس شفتهم ينامون تحت الشجر وفي عشاش وفي، الله المستعان. فلما تدخل عليهم السرور شفتوا اختنا مش قادره توقف من الفرحه والسعاده. حمديه ابشرك بعد ان ولدك ان شاء الله راح يكون مكفول من قطر الخيريه، وتمري المكتب كل شهر وخذي كفالته من قطر الخيريه. الله اكبر. اذا نقدم لها هذه مفاتيح البيت، نقول لها مبروك، تستاهل. مبروك يا حمديه. الابي اكوبه
الله يبيه وكتب ويشي. سكنت حمدية بعد معاناة استمرت أكثر من 5 سنوات، وعبد الفتاح ذلك الطفل الذي تربى بين أحضان والدته يستلقي على سريره، ولعلها هي المرة الأولى بعد أن كانت حمدية تتشارك السكن مع صديقتها. تتجول في منزلها ومشاعرها متضاربة بين الحلم والعلم، نموذج من نماذج قطر الخيرية هنا في غانا أنجزه فريق الأدعم، وفي مكان نطمح أن نجدد العهد معكم. كأمثال حمدية كثر، هم بانتظاركم فلا تنسوهم. نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوط، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوط، جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير،